السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طبق كيتسمى طبق المروزية. اللحم فقط كيطيب غير بالتوابل مع المروزية، كيجي هائل في المذاق. كنتمنى ينال إعجابكم. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. في إناء كندير 8 ديال الفصوص ديال الثوم مبشورين، تنضيف معهم نص معلقة صغيرة ديال الإبزار، نص معلقة صغيرة ديال سكينجبير، ومعلقة صغيرة عامرة مزيان ديال الكمون، مع معلقة عامرة ديال الخرقوم، نص معلقة ديال البابريكا، مع نص معلقة ديال المروزية، ومعلقة صغيرة ديال الكزبر يابس. كنعتذر هنا تقطع لي الفيديو، انا ضفت معلقة صغيرة ديال الملحة، مع مكعب ديال الزعفران حتى الا كان عندك الزعفران شعرة يكون احسن. تنضيف كاس ديال الماء، كنخلط هاد المقادير. ناخذ اللحم ديالي تقريبا ما بين كيلو ونص حتى لجوج كيلو تقريبا في هذه المقادير. هذه كنحاول ندخل التوابل مزيان في اللحم، ومن الاحسن ما نضيفوش دابا الزيت حتى نبغيو نطيبو، لحقاش اللي دا ما كيخليش يعني اللحم كيتشرب التوابل. كنحاول ندخل العطريه ديالي كامله في اللحم مزيان كيف ما كتشاهدوا، يعني من الاحسن يعني تديروا واحد ليله كامله في الثلاجه. كناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الكمون يكون حبوب، كنحكو واحد شويه هكا بين يديا، وكندخلو حتى هو مع اللحم كيعطيه واحد النسمه لذيذه بزاف. انا هنا اللحم ديالي من بعد ما تشرب مزيان التوابل، كناخذ واحد الطنجره ديال النحاس كندير فيها نص كاس ديال زيت المائده، مع معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ومعلقه صغيره عامره مزيان ديال السمن، صافي. كندير اللحم ديالي في الطنجره، كنحاول ندخل مع السمن، صافي. وكنضيف معاه ما تبقى من التوابل، وكنغطي عليه وكنخليه على نار مهيله بزاف حتى كيطيب على خاطرو. تقريبا كياخذ معايا 3 سوايع حتى 4 ديال السوايع. مره كنبقى نطلع عليه وكنحاول نقلب اللحم ديالي باش ما يتلصقش. هذا هو الشكل النهائي ديال اللحم ديالي كيف ما كتشوفوا، كيجي معسل بحال الشكل ديال الطنجيه كيطيب لها خاطرو. كنتمنى ينال اعجابكم، ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، وبالصحه والراحه.